مشاهدينا الآن وقفة مع أهم أخبار المال والأعمال ومحمد عبد الله. أهلا بك. شكرا فاطمة وشكرا سحر. مشاهدينا تابعونا معي أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محمود ممتاز ملفات عمل الجهاز على مدار العام الماضي. خلال اللقاء تمت الإشارة إلى حصول مصر على جائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن القرارات التي اتخذها الجهاز حول دعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في وقت الأزمات، وذلك ضمن مجموعة من الجوائز الدولية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مشروعات التطوير التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمار. وخلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد مدبولي ضرورة مواصلة جهود الترويج التي تسهم بدور فعال في التعريف بالفرص والمزايا بالمنطقة الاقتصادية. بحث رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية بالقناة خلال جولته بالعاصمة اليابانية طوكيو، وقدم رئيس الهيئة عرضا حول أنشطة المنطقة الاقتصادية المختلفة والحوافز والمزايا الاستثمارية، كما تم استعراض عدد من نماذج التعاون مع الجانب الياباني المتمثل في بعض الشركات العاملة داخل المنطقة في المجالات اللوجستية والتصنيعية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وسط تفاؤل حيال انتعاش الطلب الصيني ومخاوف من أن يحد نقص الاستثمارات من إمدادات النفط في المستقبل، ومع إبقاء المنتجين الكبار على حدود الإنتاج كما هي. صعد خام برنت بنسبة 1.42% ليصل إلى 84 دولارا و18 سنتا للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.31% ليصل إلى 77 دولارا و34 سنتا للبرميل، كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.86% لتصل إلى $2.75 سنتا للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.1% لتسجل $2.25 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن مكتب إدارة الدين العام في الإمارة سدد صكوكا إسلامية بقيمة 750 مليون دولار صدرت في 30 من يناير 2013. وأضاف المكتب أن الحكومة سددت أيضا مبكرا صكوكا إسلامية إضافية بقيمة 300 مليون دولار قبل موعد استحقاقها في نوفمبر 2026. أخبار اقتصاد. عود من جديد إلى سحر وفاطمة. شكرا محمد على هذه الوقفة الاقتصادية.